مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا. ماء 2 لتر، عدس 2 كوب 400 غرام، ثوم نص رأس، كمون ملعقة صغيرة، قليل من الزيت. طبعا الوصفة هذه نستخدم زيت الزيتون. عند بدء الغليان انتظر أقل شيء 20 دقيقة تقريبا، أخذت معي 20 دقيقة عند بدء الغليان. هيك بعد 20 دقيقة من بدء الغليان نوضع 2 مكعب مرق الماجي أو ملح، فلفل شطة اختياري، نحرك لمدة دقيقة. طبعا ما بده المرق، مكعبات المرق ببدله بالملح لأنه المرق فيه ملح. نرفع 1 كوب من العدس قبل الطحن، نرفع 1 كوب مشان نخلطه بعد الطحن. هيك بنطحن الكمية كلها المتبقية. لازم الخلاط يكون يتحمل حرارة. إذا الخلاط ما بيتحمل حرارة كان بلاستيك، ممكن نتركها قليل حتى تبرد. لازم تتأكدوا إنه الخلاط يتحمل حرارة. إذا ما بيتحمل حرارة نتركها تبرد قليل. ليمون، عصير ليمون عدد 2، طحينة 3 ملاعق طعام 60 غرام، نطحنهم مع بعض. هيك مناسب مثل ما انتو شايفين، هيك مناسب. نوضع كوب العدس السابق اللي احنا رفعناه من قبل، نوضعه ونوضع قليل من الزيت، زيت الزيتون طبعا. بنحرك حتى تنسجم مكونات مع بعض. وهيك جاهزة للتقديم. نوضع قليل من الزيت. والصحة وألف عافية. هي كتير كتير مفيدة وكلها بروتين. وإذا عاوزين الخبز موجود عندي بالقناة، الخبز، طريقة الخبز هي كتير كتير مفيدة، تتاكل مع البندورة، مع الخضار، مع الفلفل، مع الخبز الطازج، للسحور والفطور كتير ممتازة. جربوها إن شاء الله هتكونوا مبسوطين. في أمان الله. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم. مع السلامة.